حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، علماء يقومون بتدشين شركة جديدة تدعى كلوسال من أجل إعادة إحياء حيوان الماموث المنقرض وراثيا. الماموث الصوفي هو حيوان منقرض عاش خلال العصر الحديث وعصر الإنسان، لكن السلالة اندثرت منذ حوالي 10,000 سنة. وأقرب الأنواع الباقية الشبيهة به هو الفيل الأسيوي. ونظرا لأن الأفيال الأسيوية والماموث يجمع بينهما سلف مشترك عاش منذ حوالي 6,000,000 سنة، يعتقد أنه من الممكن تعديل الأحماض النووية للفيل لإنتاج شيء يشبه ويتصرف مثل الماموث الصوفي. يقود عملية إعادة بحث الماموث إلى الحياة عالم الأحياء في كلية الطب بجامعة هارفارد العريقة جورج تشيرش منذ حوالي 8 سنوات فريقا صغيرا من الباحثين، إذ سيقومون بإنتاج أجنة من هذه الأفيال الشبيهة بالماموث خلال سنوات قليلة، وفي النهاية إنتاج مجموعات كاملة منها. غير أن هذا الإعلان أثار موجة انتقادات جعلت الشركة عرضة لتساؤلات أخلاقية. ففي حال تمكنت شركة كلوسال من إنتاج أفيال تشبه الماموث الصوفي، فسوف تواجه أسئلة أخلاقية خطيرة عما إذا كان من الإنسانية إنتاج حيوان لا نعرف سوى القليل عن بيولوجيته، ومن سيقرر ما إذا كان من الممكن ترك هذا الحيوان يعيش بحريته.